السلام عليكم سي امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خويا بنزاف ديال السيدات والناس اللي كيجيو عندنا المحل كيسولوا واش مازال نهار الحنين التخفيضات ديالو. مرحبا مرحبا بالنسبه للسيدات اللي كيسولوا والزملاء ديالنا ومتتبعين الاوفياء ديالنا اللي كيسولوا على التخفيضات راه مازال مستمره ان شاء الله طلب العديد من الزملاء ديالنا. بزاف ديال الناس جاوا تقداو وكل اللي ما عرفتش الوقت او بعيد او في مدينه اخرى حنا مددنا التخفيضات والعروض ديال نهار حنين ولا شهر حنين، ما بقاش نهار حنين ولا شهر حنين، يعني اي حاجه خصاتكم مرحبا بكم ان شاء الله. غنبداو ان شاء الله اليوم بلي زاكسسوار ديال الحمام وندير واحد الجوله خفيفه ظريفه باش نبين لكم لي زاكسسوار اللي ما كيسديوش، وخا تكون اونفاس مع البحر وخا تكون في المدن الساحليه وخا تكون مثلا عندك التدواش بزاف والماء والميديتي ما تخافش عليه نهائيا. الاكسسوار ديال الحمام 6 ديال البياسات، علاقه ديال بابي جينيك، علاقه ديال الفوطه، علاقه ديال الفوطه طويله، علاقه ديال شوشه سنان وديال البينوار بطبيعه الحال. طقم كامل وليوه 299 درهم، تلقاهم في المواقع محل توب ارتيكل، غتاخذوه 230 درهم فقط. والومنيوم ولا يصدأ نهائيا، مضمون مدى الحياه. اللي بغى لي بياس بوحدهم كل بياسه بوحدها راه كاينه، اللي بغى لي كوان اللي كيجيو في القناه ديال الحمام تما راه كاينين، وليزيطاجير علاقه الفوطه كلشي كاين. مرحبا بكم ان شاء الله نشوفوا معكم بزاف ديال المنتجات. كاين عندنا منظمه ديال ورق الحمام، هذه فيها جوج ديال لي سورتي، فيها سورتي ديال بابي جينيك ولا بغيتي دير فيها كلينكس راه كيجي كتسد بهذا السيستم هذا، وعندها مجير كتحط فيه لي تريكو بيرسونال ديالك. واهم حاجه في هذه المنظمه انها كتلصق بلا حفير، يعني كتلصق في الحمام بلا حفير بلا ما كتخسر الجليج. كاين فيها هذا الموديل هذا، وعندنا هذا الموديل هذا ايضا حتى هو زوين، اللهم بارك، شي حاجه زوينه وكاليتي زوينه، وفي نفس الوقت كتنظم لينا الحمام وكتمشي مع اي لون، غيكون الجليج في اي لون. اهم حاجه لوتوكولون كيشد مزيان، السيدات اللي كيسولوا واش هذا لوتوكولون كيشد مزيان، كيشد مزيان، وهذه هي الفرصه يعني تاخذوا باثمنه مناسبه بالنسبه للسيدات اللي كيكومونديو من علي اكسبريس، علي بابا وشين المواقع الكبيره. هذه هي الفرصه وبثمن جد مناسب، ثمن حنين 99 درهم، هذه ايضا 99 درهم. وكاينه فورت بابي جينيك ايكوكو الشهيره تبارك الله ما شاء الله اللي دارت ضجه وكانت عليها اقبال كبير من عند السيدات، الثمن ديالها 120 درهم فقط، وتا هي كتلصق بدون حفر. الا كان الصوت مسموع مزيان طابيو لينا واحد باش نعرفوا راه الصوت مسموع مزيان. الا كيعجبك حال هاد المنتجات طابيو لينا اللهم بارك باش ان شاء الله نستمروا في جلب منتجات جديده في السوق لتنظيم وترتيب البيت بطريقه سهله وبسيطه. كاين هاد الصابونيه مرخمه، شوفوا معايا تبارك الله كيفاش دايره، كاليتي زوينه. هذه لافونتاج ديالها وباش كتنفعنا هاد الصابونيه بهذا الشكل هذا، كتنفعنا انها ما كتعجنش الصابون، ما كتخليش الصابونه تعجن، وفي نفس الوقت الديكور ديالها زوين، كاينه في الابيض وكاينه في الاسود. الثمن كانت 49 درهم، دابا حسبنا لها غير 40 درهم فقط. وكاينه العاديه ديال البلاستيك المعروفه ديال 13 درهم راه كاينه، مي هذه تبارك الله الديكور ديالها زوين. كاين لي زاكسسوار ديال الحمام مرخمين، فيهم 4 ديال البياسات، كاين فيه هذا الشكل هذا، فيه هذا الشكل هذا، فيه هذا الشكل هذا، وفيه حتى اشكالات اخرين تبارك الله متنوعين. يعني اللي عنده شي ديكور مثلا في الحمام ولا عنده جليج فيه واحد الديكور زوين ولا بغى يزيد يميز الحمام ديالو وينظمو بشكل راقي تبارك الله، راه كاينين دي زاكسسوار زوينين اللي غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. الثمن ديالهم 120 درهم فقط. وكاين هذا الموديل هذا الاول المرخم، هذا لونسيان موديل درنا ليه 100 درهم فقط، حتى هو مرخم ولكن هادو موديلات جداد. هما كما تشوفوا الصابونيه، وكاين منظمه ديال الدونتيفريس، كاين منظمه ديال شيشه السنان، وكاين ديال الصابون ليكيد. هاي تبارك الله زوين، فيه البيض وفيه الكحل، مي انا كنصحكم بهاد الموديلات جداد لانهم تبارك الله زوينين. اللي كيبغى الطقم كامل راه كاين لي زاكسسوار كومبلي، فيهم 5 ديال البياسات، فيهم البوبيل، فيهم البروسه، فيهم منظم ديال دونتيفريس، وفيهم ديال الصابون ليكيد، وفيهم الصابونيه. شوفوا معايا لا كاليتي، وفيه ثمن زوين، وليوم 250 230 درنا ليهم 170 درهم فقط، يعني 170 درهم. كاين هذا الموديل هذا حتى هو 170 درهم، ها هو حتى هو فيه البوبيل، وكاين الموديل اللي مزوق حتى هو 170 درهم كما تشوفوا. شي حاجه اللي تبارك الله اللهم بارك، شي حاجه زوينه. وديما كاين الجديد، لي زاكسسوار
ديما كاين جديد، بغيتو شي حاجه يعني اللي انيقه ومميزه غتجيو المحل غادي تكتشفوا عندنا كل اسبوع كتلقاو الجديد. يقدر الموديل ما يتعاودش، اليوم كاين هذا الموديل غدا يقدر يكون موديل اخر، حيت دائما هذا الشيء فيه الجديد ودائما كنجيبوا فيه سلعه جديده اللهم بارك. والسيدات اللي كيتقداو عندنا راه دائما تعرفونا كنجيبوا شي حوايج زوينين، كاين عندنا جوده ممتازه اللهم بارك، وكاين اللي بغيتي كاليتي عاديه وبين وبين راه حتى هي كنجيبوها مره مره. كاين هاد الموديلات هادو شوفوا كيفاش دايرين، كاليتي ديالو ديالو تبارك الله زوينه، وتا الديزاين جاي انيق. اللي بغى مثلا يتهلا في الحمام يعني غادي يلقى له شويه ان شاء الله في محل طوب ارتيكل لا في سوق القريعه ولا في تيط مليل. حنا مباشره لايف معاكم من محل تيط مليل لان كاين تبارك الله شويه اتساع، يعني كنحطوا لي برودوي كنبريزونطيهم باش كتسهل علينا نصوروهم بطريقه زوينه، واللي غادي يعني تشوفوا لارتيكل بيان كوم يلفو. بزاف ديال السيدات والزبناء كيكومونديو باغ انترنيت كيكومونديو حاجه كيوصلهم حاجه اخرى، حنا في محل طوب ارتيكل ما عندناش هذا المشكل، يعني كنصوروا لكم داكشي لايف كتشوفوا كتقلبوا لا كاليتي. وديك الساعه اللي بغى شي حاجه سكرين شوت كابتشور ديكرون ديال اي برودوي وتجي كنعطيوه ليك او كنصيفطوه ليك ان شاء الله الا ما عندكش الوقت المناسب. بالنسبه للسيدات اللي سولونا على منظمه شي تسنان اللي كتنظم فيها شي تسنان والدونتيفريز، حتى هي اوتوكولو، حتى هي فيها لوتوكولون كوليس كيشد مزيان، فيها الكيسان هادو ديال التشلال، فيها هاد المجير تحط فيه لي تروك بيرسونيل، يعني تبارك الله زوينه وكتعطي واحد الجماليه. كاين ديال ثلاثه كيسان وكاين ديال جوج كيسان، ها هي جوج كيسان. بالنسبه للاثمنه، اثمنه مناسبه ما بقاش عندنا مشكل الحمد لله في الاثمنه، اثمنه ولات في المتناول ديال الجميع، يعني حتى الدرويش غيعيش، حتى الدرويش غادي ياخذ توشيات زوينين لدارو، والناس اللي كيبغيو الاناقه والجمال راه غادي يلقاو حتى هما اللي عزز عليهم التنظيم وعزز عليهم يعني يقادوا دارهم راه يلقاو يعني منتجات زوينه ان شاء الله. اللي كانوا كيتباعوا بالثمن دابا في محل طوب ارتيكل غتلقاو بثمن جد مناسب. داكشي اللي سمينا شهر الحنين، الثمن اوليو 180 درنا ليها 130 درهم فقط. وكاين هذا الموديل هذا بثلاثه ديال الكيسان درنا ليها 150 عوض 200 درهم، وعندنا ايضا هذا الموديل فيه ثلاثه الكيسان و130 درهم. عندنا ايضا هذا الموديل ديال ايكوكو الشهيره، ها هما منظمه ديال شتات السنان، هنا الدونتيفريس ايكوكو معروفه تبارك الله، الثمن ديالها هذه كانت 299 درنا ليها 230 درهم فقط. يعني كاين تبارك الله لو شوا. جات عندنا هاد الشيته هذه العجيبه، هذه بلا حزاره شيته كتعمريها هنايا بالصابون ليكيد او الباندوش او اي حاجه بغيتي، المهم ديال التنظيف تحكوا بها ظهرهم طريقه زوينه بحال هكا توصل الاماكن الصعبه زوينه تبارك الله. فيها جوج ديال الالوان، فيها هذا اللون هذا وفيها هذا اللون هذا، هاي هذه راه كياخذوها الناس ب 99 درهم 80 درهم، درنا لها 49 درهم فقط. يعني منتجات اللهم بارك زوينه. عندنا صابونيه كتعلق في الحيط بدون حفر حتى هي 25 درهم فقط. عندنا موديلات اخرين ها هما، بروسه ديال الطواليت تتعلق في الحمام، ها هي لوتوكولون ديالها، هاد لي زوتوكولون كلهم كيشدو مزيان. بروسه سيليكون ضد العفونه، فيها هنا اليد ديال البامبو، الثمن اوليو 120 درنا لها 80 درهم فقط. كاين تمشيات اللهم بارك زوينين، انا غادي نمشي معكم خطوه خطوه باش تشوفوا كاع المنتجات. السيدات اللي كيقلبوا على منظمات ديال الفوطه الومنيوم لا تصدا نهائيا، يعني ستوك ديال الفوطه تنظمي فيها الفوطه، هنا كاين علاقات وعاد تتفيسا في الحيط، وهنا كتعلقي الفوطه ديالك الصغيره ولا الكبيره، وكاليتي زوينه اليوم 230 180 درهم فقط. السيدات اللي كيقلبوا على اللون الاسود، وبزاف ديال السيدات سولونا قال لك واش هذا كيصدي، هذا الومنيوم وخا اسود راه ما كيصديش نهائيا، الثمن ديالو 200 درهم فقط، 20 درهم فرق ما بين هذا وما بين الكريك. كاين ايضا لي كوان ديال الومنيوم هما تما ما تيصديوش بالنسبه للصغير، وكاين ديال ثلاثه الطبقات، جوج طبقات وثلاثه الطبقات، بغيتي الاسود بغيتي هذا اللون هذا، راه كلهم الومنيوم وكلهم يعني مجربينهم الحمد لله، ما عمرهم حشمونا مع الكليان. الثمن ديال هذا غادي يبقى لكم 130 درهم، وكاين الكبير ديالو ثلاثه طبقات. كاين عندنا بزاف ديال المنتجات فرين، عندنا علاقات الومنيوم حتى هما كيشدو مزيان ما كيصديوش نهائيا،
ديال الخمسه وديال السته وديال الثلاثه وديال الاربعه. التمر راه متوفرين، التمر راه كيبدا من 40 درهم 50 درهم 80 درهم. كاينه علاقه ديال الاليمينيوم ديال الشطابه. مرحبا سمحتي ليا. بزاف ديال الناس واللي كليون كيسولونا عندهم حمام صغير وعندهم مشكل ما باغينش يحفروا، باغين شي منظمات ولا طاجيرات بلا حفير. منظمات اللي ديال الحمام. ديال الحمام. مرحبا، كاين بزاف ديال المنظمات كما شرتي. هنا كاين بزاف ديال المنظمات ديال الحمام. كاين المنظمه هذه ديال فوق لاشاص، هذه ما كتحفرش ليها، يعني كتركبها فوق لاشاص ديالك ولا فوق باكينه الصابون، كتصف فيها لي برودوي، تصف فيها مثلا الفاطي، تصف فيها بابي جينيك، الروايح، اي حاجه بغيتي. فيها جوج ديال الماركات. كاين هذا الموديل القديم اللي ديجا كاين عندنا، الثمن ديالو كيبقى ب 150 درهم. وجا حتى هذا الموديل الجديد، ها هو، اللهم بارك، ها هو موديل جديد. هذا لافونتاج ديالو فيه لي تيروار، لي تيروار ها هما، كتحط فيه لي طوب بيرسونيل. هنا كدير هذاك الشيء اللي بغيتي، لي برودوي. وتبارك الله الحجم ديال هنا راه كبير، ها هو راه كبير، وفيه جوج ديال الطبقات. وهنايا طواليت اعزكم الله كتجي هنايا، والكاليتي راه ما غاديش نضاقوا عليها، راه تبارك الله شي حاجه زوينه. كاين كما قلت لكم هذا المنظم، هذا حتى هو درنا فيه بروموسيون، كان 250 درهم. دابا اللي سول عليه نحسبوا ليه 220 درهم فقط، استجابه للعديد من الزبناء. كاين هذا حتى هو، وكاين هذا الموديل، هذا الكوان فونتوز اللي كيلصق حتى هو بلا حفير، فيه 4 ديال الطبقات، كيتزاد وتنقص على حساب العبار اللي بغيتو. ومن طبيعه الحال كتصفي فيه حتى الفاطي، تصفي لي برودوي، وما كيشدش لاسباس وكيوفر المساحه. هذا هو لافونتاج اللي كاين الحمد لله في هذه المنتجات، انهم كيوفروا لينا